السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن the future، زمن المستقبل. اللي حب يرجع لي الفيديوهين السابقين عن تشكيل المستقبل ب will و be going to. نتكلم في هذا الفيديو عن 7 طرق للتحدث عن المستقبل. إذا بعدك ما اشتركت بالقناة اضغط على الزر الأحمر واشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أول طريقة للتعبير عن المستقبل كما نعرف باستخدام will، infinitive without to، الفعل بالمصدر بدون to. كيف المصدر؟ يعني بدون s، بدون es، بدون ما نضيف to، يعني ما نقول to go، بدون ing. هذا المعنى بالمصدر. إذا الفعل بدون أي إضافة، إذا نستخدم will والفعل بالإنفينيتيف بالمصدر. He will be a nice man، سيكون رجل جميل. لاحظ الفعل will، نترجم will سوف أو سام، سيكون رجل جميل. لاحظ بعد will استخدمنا به، ممكن شخص بيقول إنه نعرف I تأخذ is، صحيح، لكن بعد will يأتي الفعل بصيغة المصدر بدون to، ومصدر فعل الكون هو be، يعني نقول he will be، she will be، they will be، they will be. احنا نعرف they are، لكن دائما بعد will نستخدم be بدون اي اضافة. ونترجم will be دائما سيكون، سيكون. I think I'll do that، ننتبه think بمعنى يعتقد، يحسب، يظن. لا نقول think 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 معنى شيء، think ك. I think I'll do that، بأني سأقوم بذلك. لاحظ I'll هي اختصار well، ممكن نحذف الابوستروفي دبل ال نستخدم I will، أو نحذف WI نستخدم ابوستروفي دبل ال. I will not make any tea، لاحظ إذا استخدمت نفي ب will نضع not. I will not make any tea، ونترجم will not بسوف لن، إذا سوف لن، أو نترجمها لن. I will not make any tea. أيضا انتبه will not اختصرها won't، will not تختصر won't، إذا نفسها will not won't. اللي حب يرجع على درس اختصارات الأفعال المساعدة، هناك فيديو كامل عن هذه الاختصارات نتكلم فيه بالتفصيل عن كل الاختصارات بالنسبة للأفعال المساعدة باللغة الإنجليزية. إذا أول طريقة كما قلنا نستخدم will infinitive without to، يعني المصدر بدون to، يعني لا نكتب will to go، will to eat، will to drink. دائما بعد will نستخدم الفعل بصيغة المصدر بدون أي إضافة. الاستخدام الثاني للحديث عن المستقبل باستخدام be going to plus زائد infinitive المصدر بدون to. إذا الجزء الأول be going to، عندنا verb be going to infinitive without to، be نقصد بها am is are، بعدين going to infinitive. He is going to buy a car، سيشتري سيارة. إذا الفعل هذا مكون من 4 أجزاء، is going to buy، ونترجم is going to 3 كلمات مع بعض سوف أو س، إذا س يشتري، إذا كأنها will، يعني هل 3 كلمات is going to بمعنى will buy a car. It's going to rain، لاحظ it نقصد بها it is، أيضا 3 أجزاء، بعدين عندنا rain ستمطر، يعني شاهد الكلاود الغيوم في السماء معناته نتنبأ أنه في غيوم معناته في مطر. They are going to go to the park، ننتبه لهذه الجملة الفعل هو
الأربع أجزاء كما قلنا are going to go. إذن أربع أجزاء. إذن نترجم are going to سوف أو سيذهبون. إذن الفعل go يذهب. are going to سوف go يذهب. إذن تصبح سيذهبون إلى المنتزه. ممكن شخص يسأل go نفسها going تختلف؟ هذا عبارة عن تركيب مع بعض استخدمه بمعنى سوف لا نجزئه لكن نترجمه ككل ونكتبه أيضا ككل. سيذهبون are going to eat سيأكلون are going to drink are going to وهكذا. لكن هنا أصدف استخدمنا الفعل go. الطريقة الثالثة للتعبير عن المستقبل باستخدام present continuous المضارع المستمر أيضا يدل على المستقبل. A lot of people are coming to their wedding. Wedding حفل زواج. سيأتي الكثير من الناس إلى حفل أو إلى عرسهم. لاحظ are coming استخدمناها للتعبير عن المستقبل يعني جميع الدعوات invitations have been sent يعني أرسلت جميع الدعوات لجست للضيوف. لذلك نتوقع a lot of people are coming to their wedding. إذن هنا رتبنا كل شيء بإمكاني استخدم ال present continuous للتعبير عن المستقبل. We are staying here until the end of the month. Until يعني حتى. Until حتى. سنبقى هنا أو سنمكث هنا حتى نهاية الشهر. يعني سوينا كل ال arrangements كل الترتيبات للبقاء هنا. أيضا استخدم ال present continuous المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل. We are staying here until the end of the month. أيضا الطريقة الرابعة للتعبير عن المستقبل أو الحديث عن المستقبل نستخدم الـ present simple المضارع البسيط. ممكن شخص المضارع البسيط مستقبل؟ نعم. متى؟ إذا استخدمنا ظرف زماني يدل على المستقبل. إذا جدول مرتب بإمكان نستخدم المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل. The meeting begins at 9 tomorrow morning. إذا استخدمنا هالجملة هذه بدون الظرف The meeting begins at 9 يعني يبدأ الاجتماع الساعة 9 بشكل اعتيادي أنه الاجتماع يبدأ الساعة 9. إذن لاحظ استخدمنا المضارع البسيط إذن هذا الفعل بالتصريف الأول إذا غطينا هذا الظرف بس هذه الجملة بدون tomorrow morning. وضعنا S لماذا؟ دائما نعرف بالمضارع البسيط إذا كان الفعل هي شيء at نضع نسمي هذا S المفرد الغائب. إذن S المفرد الغائب متى نضيفه؟ بالبريزنت سبب بالمضارع البسيط. المضارع البسيط نفسه ممكن نستخدمه بالمستقبل بس ضفنا ظرف tomorrow morning صارت الجملة بدل يبدأ الاجتماع في الساعة 9 إذا ضفنا الظرف يصبح س. The meeting begins at 9 tomorrow morning. سيبدأ الاجتماع في الساعة 9 من صباح غدا. إذن بالمختصر المضارع البسيط يستخدم مستقبل متى؟ إذا استخدمنا ظرف زماني يدل على المستقبل مع المضارع البسيط. The plane arrives early in the evening. تصل الطائرة باكرا في المساء. لاحظ مثلا احنا in the morning في الصباح لكن in the evening هذا ظرف زماني. إذا بين الصباح والمساء في فترة زمنية يعني المستقبل. إذا استخدمنا المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل. راح أيضا وضعنا S هي اسم مفرد غائب لأنه it arrives arrive يصل arrives. ايضا الاس لا تغير معنى الاس ابدا لا تغير معنى للفعل فقط نضيفها قواعديا بالنسبه للمضارع البسيط تصبح س. تصل الطائره باكرا في المساء لان الطائرات عباره عن جدول جدول مواعيد اذا محدده مسبقا معناته نستخدم المضارع البسيط للحديث عن المستقبل او التحدث عن المستقبل اذا استخدمنا ظرف زماني مستقبلي. الطريقة الخامسة للتعبير عن المستقبل باستخدام may may الماضي منها might لنقول مجهد might may might may يمكن أيضا might يمكن may نلفظها دائما إذا كان عندنا a وين نلفظها a day lay way ray say pay وهكذا. infinitive without to أيضا الفعل بالمصدر بدون أي إضافة مع يكون أيضا ظرف يدل على المستقبل. It may rain tomorrow. يعني بمعنى well سوف. It may rain tomorrow.
يعني سوف تمطر غدا او يمكن ان تمطر غدا ايضا يعبر عن المستقبل but we are not sure لسنا متاكدين من ذلك. احمد or احمد might call in the evening يمكن او ربما احمد يتصل في المساء ايضا سيتصل احمد في المساء لكن we are not sure لسنا متاكدين من ذلك ايضا استخدمنا وعبرنا عن المستقبل in the evening. They may not be very happy about my decision. Decision قرار. Decision. Decision قرار. أيضا استخدمنا بعد be مصدر فعل كون هو be كما قلنا. May not. ربما لا أو يمكن لا يكونوا سعداء جدا بقراره. إذا الطريقة الخامسة للتعبير عن المستقبل باستخدام may might بمعنى يمكن أو ربما والمصدر بدون to. Time closes الطريقة السادسة نستخدم عبارات زمنية مثل عندنا when عندما as soon as نترجمها حالما after بعد before قبل. إذن هذه العبارات when as soon as after before. I'll send him to you as soon as he arrives. سأرسله لك حالما يصل. ننتبه على الملاحظة هذه. بعد هذه الكلمات أو بعد هذه الظروف نستخدم present simple. مضارع بسيط واللي قبلها مستقبل. إذن دائما بعد when as soon as after before يكون عندنا verb one يعني فعل بالتصريف الأول يعني مضارع بسيط. اللي قبلها نستخدم شو؟ future will verb 1. إذن قبل will verb 1 بعد نستخدم مضارع بسيط. ننتبه على هذه الملاحظة. استخدمنا time closes العبارات الزمانية هذه when as soon as after before قبلها مستقبل بعدها مضارع بسيط. لاحظ I'll send him يعني بمعنى I will send him to you سأرسله لك as soon as حالما he arrives حالما يصل. لاحظ الفعل arrive ضفنا له اس لانه قبله هي اسم المفرد الغائب وعندنا الفعل will send اذا المستقبل مضارع بسيط وعندنا time close شو هي as soon as. Remember to switch on the alarm or the alarm لانه عندنا حرف صوتي ونفضها the before you leave. تذكر ان تشغل المنبه قبل أن تغادر يعني تضبط تشغل أو تضبط المنبه قبل أن تغادر. لاحظ هذا مستقبل تكلم للشخص ممكن بعد ساعة 2 hours 3 hours ساعتين وهكذا. before you leave استخدمنا before مضارع بسيط وهذا يدل أيضا عن المستقبل. إذا الطريقة السادسة للتعبير عن المستقبل باستخدام time closes. الطريقة السابعة لتشكيل أيضا مستقبل لكن بتقديم عرض مؤدب أو طلب نصيحة we use shall to make a polite offer or to ask for advice. إذا نستخدم shall لصنع عرض مؤدب تقديم عرض مؤدب يعني or to ask for advice أو نسأل نصيحة لكن متى نستخدمها؟ فقط مع I we. I متكلم speaker مفرد we متكلم speaker أكثر من واحد لأن بالإنجليزي مفرد جمع ما عدا مثنى. لذلك نستخدم shall أيضا لنعبر عن نصيحة أو أدب في المستقبل. Shall I help you with that? هل سأساعدك بذلك؟ أو هل ترغب أساعدك بمعنى الكلام؟ Shall we get her a present? هل سنحضر لها هدية؟ إذن shall. What shall I do with my luggage? ماذا سأفعل بحقائبي؟ نلاحظ luggage حقائب. What shall I do with my luggage? إذن shall I إذن سؤال إذن shall هي نفسها well shall الماضي منهم would الماضي الفضل لكن shall إذا استخدمتها فقط مع الضمير I ومع we فقط. well نستخدمها مع كل الضمائر حالة الفاعل إذا كانت مفرد أو جمع. بهذا الشكل تكلمنا عن 7 طرق للتعبير عن المستقبل وكيف أعبر عن المستقبل ب7 طرق مختلفة. أتمنى قدمت شيء للفائدة.
إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.